قصة بنت جبل الجزء 15. أبا العجاجة وصل على الواحة طاير يسابق الريح، أو وقف قبال العفريت الصحراوية، والعفريت هفاف أو برم الرمح الكبير بيدو أو شكو بالأرض وقال هذا هو الرمح يا العفريتة جبت لك إياه. قامت العفريتة أو دحجت على هفاف أو قالت له تعال شيل هذا الرمح من الأرض. مشى العفريت الصغير هفاف أو مديدو على الرمح، قام يلمع عن عيونه أو قام يتلأمع على الرمح، شال الرمح بيدو أو قالت العفريتة هذا رمحك يا هفاف، رمح جدك العملاق. قام يتحرف حوالي أبو العجاجة ويدحج على السماء، أو قالت له العفريتة وين جاء الدحج يا أبو العجاجة؟ قال لها دور على العلامة. هزت براسها وقالت له لسع يا أبو العجاجة، لازم الرماح الاثنين الثانيات يصلن لأصحابهن امشان تظهر العلامة. قال لها أبو العجاجة بل شي ما وصلنا الرماح. قالت له العفريتة من وصل أول رمح هذا النيش راح يصلن فترة قريبة. وصلت زهور والمحاربين المعاها، وانزلوا قبال الحكيم أبو السعد، أو دحج على الرمادي أو دحج على زينب أو شأف الخناجر، أو قام حقل وقال يا زهور أنتي ليش رجعتي أو ليش جايبة هذا البنية البشرية؟ قالت له الكارثة بعثتني. قال لها الحكيم أبو السعد ما دام الكارثة بعثتك لازم يا زهور تعرفين هذا السر، الرمادي أو هذا البشرية المعاه أو بمعاهم عفريت، العفريت الشأن مع أبو العجاجة، الثلاثة هذول هم فرسان التنانين اللي راح يحكمون الأراضي الشرقية أو راح يصيرون هم ملوكها. بمعركة الجن حكام مجلس الشرق الخمسة كانوا قاعدين وقفوا حيلهم وقالوا صار الوقت اللي لازم يظهرون بيه الصيادين ويجيبون السحرة قبل ما يقلبون موازين المعركة. أصفق مديهم الخمسة وصاحهم صوت واحد يا الصيادين جيبوا السحرة الأربعة. الساحر نجماوي والسحرة الثلاثة المعاه وقفوا فوق الأمير دبان، أو شافوا مقطوع نصين، ضرب إيده على رأس الساحر نجماوي وقال هذا شنو يا الثعلباوي، وشلون راح نقول للملك ابنك الأمير دبان مات بالمعركة؟ قال له ثعلباوي سوم الرصد يا السحرة. وقفهم الأربع قبال بعضهم وقال نجماوي يا سحرة مملكة العين هنسوي الرصد الرباعي، القوة اللي بأجساد الجيش القبانة راح تتجمد أو محاربين راح يصيدونهم واحد واحد. ارفع مديهم السحرة الأربعة قبل ما يصفقونهن، قبت الغبرة والتراب بيناتهم وطلع الصيادين من تحت الأرض عشرة من الجنون، شالوا السحرة الأربعة والثعلباوي أو رجعوا نزلوا تحت الأرض. الحكام الخمسة فوق التل قال واحد منهم خلصت مهمتنا، نرجع على مكاننا ونستنى السحرة لبين ما يجيبونهم الصيادين. أصفق مديهم الحكام الخمسة واختفهم. أبا الكوابيس واخوته الثلاثة فاتوا بين العفاريت أو بين المحاربين الجلادين، أو قامهم يستخدمون المهارات أو ما شوف غير الروس التطاير. أبو دباس حفيذ السباتي أورى خمسة من المحاربين، الفحل وبالرعيد والصميدع وجحدور والعلجومي يحصدون بالعفاريت والمحاربين جدامهم حصاد، وابو جدلان ومحاربينه يحودون بالعفاريت ومحاربين الجن، البربري بين محاربين مملكة العين مثل البرق تلامع بيناتهم ويحصد على الأربع جهات. بعد ما مات الأمير دبان واختفى الثعلباوي واختفم السحرة الأربعة ما ظل حدا يقود العفاريت والمحاربين، أو قاموا ينسحبون من أرض المعركة من الأربع جهات. الكارثة كل ما زدت الحبال أجيب منهم مية مية، تصفق ايديها وتشعل بيهم النار لأمن ما قضم على نص الجيش
النص الثاني انهزم أو صفم بأرض المعركة وقام يدحجون على بعضهم. والكارثة افتحت ايديها الاثنين وقالت انتصرنا عليهم وانهزموا بعد هذا المعركة أو بعد القوة شافوها عدنا، ما عاد يتجرؤون يفوتون على الأراضي الشرقية. البربري قال يا البيرق يا أبرق جيبوا حدو والحقوني. أو طار من المعركة شأل وحدو، المحاربين اتشأنوا معاه أو لحقه والبربري قاموا يسابقون الريح. أبو الكوابيس قال لإخوانه وللمحاربين المعاه نرجع على مكاننا. وأبو جدلان ومحاربين طارم والحاكم سفر والحاكم الغرباوي والحراس الثلاثة والمحاربين المعاهم طاروا من أرض المعركة، ما ظلت غير الكارثة واقفة هي وكسار أو معاها محاربين الحكيم والسعد. قالت الكارثة يا كسار أخذ المحاربين وارجع على الغابة، أني بمكان بدي أروح عليه. قال لها كسار وين يا الكارثة؟ خليني أنا أروح معاك. قالت له لا لازم أروح لحالي، أنتوا روحوا جدامي يا كسار واني ما راح اطول راح اجي وراكم. البربري وصل على القصر بالغابه او قاعده قدام القصر حداوه او دحجت وشافت حده او صاحت هذاك الصوت وقالت اخويا منو سوى بيها العمل هذا يا البربري وشلون مات وانتم كلكم حواليه؟ قال لها البربري راح تايصيد. قاموا صادوه، قامت تضرب على راسها حداوه وقالت أكيد كان جوعان، أنا عارف أخوي حدوه ما أحد يقدر له ولا أحد يرده، أو راحوا حفروا له قبر أو دموا حدوه أو رجعوا على القصر. أو قال البربري يا حداوه هذولا كلهم محاربين من الجن، أو حدوه كان حاكم عليهم ومخاويهم واليوم هو مات وأني ما راح أخليهم كل واحد يشرد لحاله، راح يظلون معاي، إذا بدش حدا منهم يظل عندك راح أخليه يظل. قالت له حداوه ما أريد ولا واحد بس السنونه يظل معايا. أو طار البربري أو طار وراء المحاربين العفاريت الاثنين وقفهم أو وقف البربري رجع عليهم وقال بدكم تظلون معاي ألا تروحون على غير مكان؟ قالوا له العفاريت بدنا نروح على غير مكان إذا ما تزعل منا يا البربري. قال لهم لا وين ما بدكم تروحون روحوا أو إيمت ما تحتاجوني، أني مكاني معروف بجبال الإسباع. أو طار والعفاريت الاثنين باتجاه أو كمل البربري هو والمعاه باتجاه جبال الإسباع. أبو الكوابيس وصل على الوادي أو نزل على المغارة، ما طول بيها شوي وطلع أو وقف على حرف الوادي وقام يصيح والتموا حواليه كل محاربين وإخوانه. أو وقفوا قدام الحراس كانوا ضالين بالوادي وقال لهم الخنجر وينه؟ قالوا له أي خنجر يا أبو الكوابيس؟ قال لهم بحدا فايت على الوادي أو شايل الخنجر. غمض عيونه أبو العين الوسيعة أو هزب رأسه وقال أبو العجاجة أبو العجاجة أول ما أخذ الخنجر. قال أبو الكوابيس للحراس إيش صار هين بغيابنا؟ قالوا له هب هوا قوي من الأربع اتجاهات أو صار عجاج وغبار ما عاد نشوف قدامنا. قال أبو الكوابيس يا أبو العين الوسيعة شوف لي وين مكان أبو العجاجة. غمض عيونه صفا صفنا طويلة أو قال يا أبو الكوابيس أبو العجاجة موجود مكان بي ورصد ما جعد يبين علي. قال أبو الكوابيس الغدار أو زاد جاع المعركة أو شكل هذاك الغبار والعجاج ما نعرف إيش باقي من المعركة. الحرامي أبو العجاجة وين بدنا نلقاه هالمرة؟ أوعد منه متغبي. وأبو دباس ومحاربين والخمسة وصلهم على جبل الصقور أو شافوا الحكيم واقف على باب المغارة أو واقفين وراء المحاربين الثلاث. قال أبو دباس خير يا الحكيم إيش صاير؟ قال له يا أبو دباس الخنجر خنجر جدك السباتي انباق من الجبل. قال ابو دباس اشلون ينباق يا الحكيم او منو يتجرأ يبوقه؟ قال له ابو العجاجة الحرامي اول باق من ام الرمل قبل ما ياخذوا منه حده والحز رجع وخذاه. قال ابو دباس خنجر جدي ابو العجاجة هذا الا اقطعه بالخنجر. قال الحكيم يا ابو دباس اصبر شوي
لأنه بعلامة ظهرت، لازم أروح المكان وأتأكد من هذا العلامة. الكارثة وصلت على الواحة البيئة أبا العجاجة وانزلت على حرف المي أو سمعت صوت الضرب. قاعد يتدربون أبا العجاجة والعفريت هفاف، ألمعن عيون العفريت. وقف أبو العجاجة ودحج عليه أو قالوا يا صاحبي عيونك يمن يلمعني خوفا، أو دحج على اتجاه اللي دحج عليه هفاف أو شاف الكارثة واقفة على حرف المي ودحج عليهم. أو قال أبو العجاجة علقنا لحقتنا الكارثة ليهين، بس ما تقول بدي الرمح والخنجر، وينش العفريتة وينش؟ وانها طال على العفريتة الصحراوية من المي تبرم برم او طارت وانزلت قبال الكارثة. او قالت الكارثة هلا هلا بالصحراوية، ردت عليها وقالت هلا بيش الكارثة تأخرتي بجية. قالت لها الكارثة كانت مترددة في شغلات كان لازم نشوفهن بعيننا او شفناهن. وقعدنا الكارثة والصحراوية وابا العجاجة يدحج عليهن ويقول اذن طلع عن ربايع ويعرفن بعضهن زين. او قالت العفريتة الصحراوية يا الكارثة لو من هجم عليك ابا الكوابيس ليش ما جيتي علي؟ قالت لها كان لازم اروح على الحكيم ابا السعد او بشغلات كثيرة تحاشئن بيها. قالت لها الصحراوية شوفي شلون الصدف، أبا العجاجة جاب للعفريت والجني وبنت البشر وصل من عندك والعند الحكيم أبا السعد. قالت لها الكارثة لازم نحافظ عليهم بهالفترة هذه، لو من ما يكبرون الثلاثة هذول انكشف أمرهم أو كل المنجمين والسحرة بينت عليهم العلامة علامة الخناجر. قالت لها الصحراوية أو عن قريب راح يشوفون العلامة الثالثة علامة الرماح. أني الكارثة ما دام هذا العفريت عندي ما عليه خطر ولا حدا يقدر يصله، وانتي وابا سعد تقدرون تحمون الاثنين الموجودين عندكم، ما لازم حدا من أهل الشر ياخذهم ولا مملكة جنون العين تصلهم، أو مملكة جنون العين ما جو على الأرض الشرقية ألا حسوا بهذا الشيء، أو راح يجون النوب. الملك الأهطل بعث ابنه أو بعث معاه مجموعة كبيرة من المحاربين والعفاريت أمشان يشوف القوة الموجودة بالأرض الشرقية، بس بعد ما مات ابنه ما راح يظل يشوف ولا يسمع، راح يجي جية قوية. وانت تعرفين الأرض الشمالية والأرض الجنوبية متحالفين مع بعضهم. قالت لها الكارثة أبا العجاجة جاب الرمح الرماح الثانية تعرفين مكانهن؟ هزت برأسها العرافة الصحراوية وقالت أنا لا أعرف مكانهن يا الكارثة، رمح الملكة جسور موجود بالمدينة مدينة الشروق عند واحد ساحر أو هو تاجر ذهب ومخاوي مجموعة من الجان اسمه التاجر ذهبان أو معروف بهذيك المدينة، أو رمح السباتي موجود بمكان أو بي عليه حارس. قالت لها الكارثة مكاناتهن صعبة، من التوقعين يقدر يجيبهن؟ احترفت الصحراوية على أبو العجاجة واقف هو والعفريت أو قالت ما بي غيره يا الكارثة، أبو العجاجة اللي يجيب الكحل من العين هو يقدر يجيبهن. قالت لها الكارثة أبو العجاجة صار راسه هو المطلوب، قال حزبدهم يدورون عليه أبو الكوابيس وأبو دباس. رفعت ايدها الصحراوية وقالت يا أبو العجاجة أو جاء طاير عليهن مثل السهم، أو وقف قبالهن وقال أهلين بالعفريتة الصحراوية وأهلين بالعرافة الكارثة، إذا جاية تريدين الرمح والخنجر ما راح أنطيهن، ألن صارن عن صاحبهن العفريت هفاف أو هو من أحفاء ذا الملك العملاق. قالت له الكارثة أنعرف هالشي يا أبو العجاجة واني ماني جاي مشانهن، احنا نريد منك تجيب لنا الرماح الاثنين، رمح الملكة السباتي أو رمح الملكة جسور. تحج أبو العجاجة على العفريتة الصحراوية هزت براسها أو قالت له ما حدا يقدر يجيبهن غيرك. قال لهن زين دلوني على مكانات الرماح
وانا لجيبهن وانا بالعجاجة. قالت له الصحراوية: رمح الملكة جسور، اما دينة شروق موجود عند ساحر او هو تاجر ذهب اسمه ذهبان او معروف بهذيك المدينة، او يا بالعجاجة بدك تحذر منه لانه هذا مخاوج جن والفوتة عليه ما هي سهلة. والرمح الثاني رمح الملكة السباتي موجود بجبل، الجبل عليه رصد ومختفي. قال لها بالعجاجة: اذا عليه رصد ومختفي الجبل اشلون بدي الاقيه؟ قالت له العرافة الصحراوية: قرب علي يا بالعجاجة، او قرب عليها وافتحت ايدها الشبيرة او بيها جرة من الفخار. او قالت له يا بالعجاجة: افتح هذا الجرة او عبي ايدك من ميتها او رش المي على وجهك وامسح المي عن وجهك بديك الاثنين، او بعدها عيونك راح يشوفن كل شي ما يشاف، كل شي عليه رصد راح يبين قبالك. فتح جرب العجاجة وملا ايده من ميتها او رش على وجهه او مسح وجهه بدي الاثنين او قام يتحرف حواليه او قال: هذا شنو؟ اني شايف جبل عالي على حد هذا الواحة واصل للسحاب. هزت براسها وقالت: الجبل الجعد شوفوا، هذا هو جبل العفاريت، ما حدا شافه من الجن من آلاف السنين، انت اول جني يشوفه يا ابو العجاجة. قال لها ابو العجاجة: الجبل البي رمح السباتي باي اتجاه؟ قالت له الصحراوية: جيب الرمح بالمدينة او بعدها دليك على مكان الرمح الثاني. طارب العجاجة ووقف قبال العفريت هفاف او قال له: يا صاحبي ايما تكبر واني وانت نروح على الغزو ونجيب كل شي احلى بعيننا. شار رمحه ابو العجاجة او صفق دي وطار، قام يسابق الريح باتجاه مدينة الشروق. او قالت الكارثة: اني لازم اروح، اكيد الحز عادي يستنوني بالغابة، يوم يجي ابو العجاجة ويجي بالرماح ابعثي للإشارة. بالارض الشمالية الملك لهطل ملك جنون العين قاعد بالقصر، او فاتوا عليه محاربين من الجن او حشولش صار بالمعركة. قام حيلو ضرب الرمح، قام يهتز القصر والارض جواه وقال: ابن الامير دبان، ابن الامير دبان، اشلون مات ومن القدر عليه؟ او يقضون على نص الجيش اللي بعثناه او يأسرون السحرة؟ اخ منك يا نجماوي، اشلون وقعت بهذا الفخ؟ او صاحب على الصوت دق الطبول وابعثوا مراسيل الحرب بكل الارض الشمالية، الساكنين بالوديان، الساكنين بالجبال، الساكنين بالغابات، الساكنين بالمدن، من الجن والعفاريت والبشر، كلهم يجهزون حالهم مشان نمشي على الارض الشرقية. وابعثوا مرسال للارض الجنوبية او خلي يجمع كل المحاربين اللي عنده من الجن والعفاريت والبشر، لازم تكون هذا المعركة الكبرى الثانية، الخطأ اللي ارتكبوه اجدادنا من الاف السنين اليوم نحن راح نصلحوه، راح نقضي على كل شي موجود بالارض الشرقية او راح ينتسى اسمها، نقسمها قسمين، قسم للارض الجنوبية او قسم للارض الشمالية. او قامت تدق الطبول او قامت تطير مراسلين الحرب على كل الاتجاهات، او طار المرسال باتجاه الارض الجنوبية تا يخبر الملك جدوح. بالغابة قاعدين الحكيمة والسعد والكارثة او جم كسار وزهور جايبين عذاب او عذبة، وقعد مقبالهم او جم زينب والرمادي اي تراكضون عليهم. او قالت الكارثة: يا عذبة خذي زينب والرمادي او مشيهم بالغابة بشغلة بدنا نحكي بيها. او خذتهم عذبة او قال الحكيمة والسعد: يا عذاب بملك من ملوك الزمان القديم اسمه جسور سمعان بيه. هز برأسه عذاب وقال: احنا من سلالة هذاك الملك، هذاك الملك، هذاك الملك، دائما ابوي كان يحكي لي عنه. دحجوا على بعضهم الكارثة والحكيم والسعد او هزموا بروسهم او قالوا له: يا عذاب ابوك ايش كان يحكي لك؟ قال لهم عذاب: دائما كان يحكي لي عن قصة معركة كبيرة صارت بين البشر والجن والعفاريت
بالأرض الشرقية أو مجموعة كبيرة من الجن والعفاريت والبشر يوم هاجمين عليهم من غير أراضي، أو خسروا أجدادنا بهذيك المعركة. الملكة جسور كان عنده ولدين، لو من صار الهجوم على المدينة شأنه ساكنين بيها، أمه قدرت تهربوا مع وحدة من المربيات، أو قدرت المربية تنهزم من المدينة هي ومعها حارس. الولد كان اسمه أمير البر، هو الوحيد اللي نجا من المدينة بعد ما دمروها ومات كل شي بيها. المربية راحت سكنت بوحدة من القبائل، أو أمير البر كبر أو تجوز أو صار عددنا كثير من سلالته. كنا ساكنين بقبيلة اسمها قبيلة الورود، والحس كنا ساكنين أم مدينة السلام. قالت الكارثة الملكة جسور أو ولد أمير البر أو سكنة بقبيلة، أو مرة السنين يا الحكيمة والسعد، والحس ظهرت البنية اللي هي من سلالة الملكة جسور. هذه ما هي صدفة، هذه حقيقة، أو كل المنجمين قالوا راح يظهر واحد من نفس السلالة، بس ما أكدوا أنه ولد أو بنت. اليوم عرفنا أنه زينب من أحفاد ومن سلالة الملكة جسور، ولها السبب هذا قوة الخنجر سكنت بجسدها. قام عذاب حقل وقال أي خنجر أو أي قوة، أني ماني فهمان شي. قال له كسار اقعد يا عذاب، راح يخبرونك بكل شي. قال له الحكيم ابو السعد قال اسمك عذاب، قال ابني يا زينب هي فارسة التنين، او هي اللي جسمها ودمها يتقبل هذيش القوة اتشان الساكنة بجسد الملكة جسور. او يا عذاب البنت زينب ما راح تظل معك، لازم تظل موجودة عدنا امشان نحن نحميها. اذا ظلت عندك بالمدينة ممكن حدا ياخذها من اهل الشر او يستخدم قوتها مشان الشر. لازم تستوعب هالامر هذا، ما تقدر تحميها لا انت ولا كل اهل المدينه اللي ساكن بيها. قال لهم عذاب لا ما اقدر ادشر بنيتي. قالت له زهور ابنيتك ربت عدنا واني امها اللي ربتها، او زينب رضعت من حليب الجن او من حليب الذياب، واحنا لينا حق بتربايتها، او زينب غالية علي ما راح ارضى يا عذاب انه حدا ياخذها، لان المنجمين والسحرة بالارض الشرقية وبكل الاراضي الثانية بينت عليهم العلامات، او من صار الخنجر عن الزينب يقدر يحددون مكانها. اللي يفكرون انهم ياخذونها مو بس من البشر من الجن ومن العفاريت، راح تظل معانا زينب واحنا راح نحميها، او لا تخاف كل فترة راح نجيبها او راح تشوفها. قال لهم عذاب الامر هذا ما هو سهل، لكني مجبور امشان سلامتها. قالت له الكارثة يا عذاب الحكي اللي صار بيناتنا ما حدا يسمعه حتى اختك عذبة. او قالت الكارثة يا كسار نرجع على الرمادي ايش تعرف عنه انت وزهور. قال لها كسار ابو الرمادي او امه هما من نفس السلالة، او كان عددهم قليل حوالي 50 واحد ساكنين معانا بجبل الرمادي، بس اتذكر مرة الحاكم البلية حشى وقال هذولا واحد من اجدادهم كان ملك من ملوك الزمان القديم. قالت الكارثة الرمادي أكيد من أحفاد الملك السباتي، لو مو من أحفاده ما كان قوة الخنجر سكنت بجسده، لأنه الخنجر كان عند واحد ثاني من أحفاد السباتي، القوة ما سكنت بجسده. الجن الموعود واللي كنا نسمع بظهوره هو الرمادي. وقف حقله الحكيم أبو السعد وقال يا الكارثة راح تكون مهمتنا صعبة بهذا الغابة، أو لازم نكون مستعدين لكل شيء مشان نحمي الرمادي أو زينب. أو قال الحكيم أبو السعد يا كسار أنت وزهور تقدرون تأخذون عذاب وترجعونه على المدينة. أو شالوا كسار وزهور عذاب أو عذبة أو رجعوهم على المدينة، أو ظل زينب بالغابة هي والرمادي. أبو الكوابيس قاعد على حرف الوادي، او جاء جني ابو العلوم او وقف قباله او قال له شبي عندك يا ابو العلوم. قال له يا ابو الكوابيس وصل واحد من البشر اسمه ذيبان ومعه مجموعة كبيرة من المحاربين من البشر وجان،
أو قعد بالقصر مع حداواه أخت حدو. قال أبو الكوابيس هذا ذات صياد أو كان ساكن بالجزر البحرية، أخلصنا من حدو أو تحرروا كل الجنون أتشانوا معاه. ظل هذا الاسم ذيبان زاد لوا يوم وانهم واقفين اخوته الثلاث جدامو، او قال لهم اتروحون على صاحبي ارحتوا عليه هذيك المرة العفريت ابا الحرافيش وتقولوا له صار الوقت الله يجي هو او كل العفاريت المعاه، واحنا لازم نلاقي ابا العجاجة امشان ننطل خنجر لصاحبي ابا الحرافيش. او طار مخوانا الثلاثة قأمم يسابقون الريح. او قال ابو الكوابيس يا ابو العين الوسيعة فتح عيونك زين، اريد منك تجيب لي خبر اثر عن ابو العجاجة. ام الرمل وصلت على قرية الرمل هي ورجالها او قاعدة وصافين حواليها، وانه جايها واحد يركض ويصيح يا عم يم الرمل جتنا غارة اجيوش من الاربع جهات. قامت ام الرمل حقلها وقالت جيش مدينة الملح قوم يا فنجور او قوموا يا رجالي، ما راح نكون صيدة راح نكون صيادة. واسحبوا مال السيوف والرماح او توزعوا على اربع جهات. ظلت ام الرمل والعبد فنجور واقفين بحد بعضهم اقبال بيئتها وقالت يا فنجور اذا اني متت راح اموت مرتاحة لاني ما ظلمت هل اسمها عذبة او زين اني ما قضيت عليها وعرفت الحقيقة. او قام يجيهم الصوت والاصياح والتلامة على السيوف والارماح من الاربع جهات. رجال ام الرمل ما قدروا يصدون الهجوم الجيش الهاجم عليهم عدد كبير. او جو برقان وسهيم والادعس او قالوا يا عماه عددهم كثير ما نقدر نقابلهم. قالت ام الرمل اني ماني من اهل الهزايم، انتوا ضبوا على بعضكم والحقني يا فنجور. واهجمت ام الرمل او بيدها السيوف الاثنين، والعبد فنجور قام من عيونه تلامى عن حمر والرمح يبرم بيدو برم. او تلقوا محاربين مدينة الملح او فاتت بيناتهم ام الرمل والعبد فنجور. او قاموا يحصدون بيهم حصاد جيش مدينة الملح ما خلى ولا واحد عايش امن رجال ام الرمل كلهم ماتوا. وام الرمل راشية ظهرها على ظهر فنجور تجيها الاسهام الصد بالسيوف تجيها الرماح الصد اللي يقرب عليها تهفو انها قاص راسو. والعبد فنجور كل ما يهد هده اي حصد منهم مجموعة كبيرة. قال العبد فنجور يا عمه ارجالنا كلهم ماتوا ما اظل منهم حدا الا اني وانتي. قالت لام الرمل احنا محنا اخير منهم والواحد ما يموت الا بيومه. او ظلت مقاومة ام الرمل والعبد فنجور ويدافعون عن حالهم وجيش عدده كبير. قامت تجيهم الاسهام كثيرة دحجت لي فوق ام الرمل او قالت هذه هي النهاية يا فنجور اريد منك تسامحني واني مسامحتك. او هو يبرم الرمح مثل المروحة ويصد الاسهام او قال لها مسامحة يا عمه وانت زاد سامحيني. او شافت شي لمع بسمه او سمعوا هضاك صوت قامت تهب الريح من الاربع جهات. او صارت الغبرة والعجاجة المعن العيون الحمر قبال ام الرمل او قال جيتكم وانا ابو العجاجة جيتكم وانا ابو العجاجة شي يريدون منك ام الرمل. قالت له هذا انت يا الحرامي جاي تبوق الا جاي تفزع عنا. قال لها له يا ام الرمل جايش فزاع والحز شوفين ابو العجاجة شي يسوي بيهم. او شايل الرمح بيد او سحب السيف من ظهره قام يبرم الرمح بيد والسيف بيد. محاربين مدينة الملح من الغبرة والعجاج حاطين دينهم على عيونهم او ما حدا يشوف جدامو شبر او ما يسمعون الا الصياح. ابو العجاجة يضرب على اليمين وعلى الشمال قام يحصد بيهم حصاد ويفتح بيهم دروب ودروب. ام الرمل قعدت والعبد فنجور واقف فوقها
او رجع عليها ابو العجاجة وقف قبالها وقال يما الرمل هذولا عددهم كثير، اذا اظل اضرب بيهم لحالي ما خلصهم الغيبة الشمس. ذات الرمح لي فوق قام يبرم برم او شك سيف ظهرو او مدي ديال الاثنين وقال اقضبي ايدي يما الرمل او خلي هذا المعاش يقضب ايده ثانية، واقضب امدي وطار بيهم ابو العجاجة او علا بجو قام يسابق الريح. لو من ما ابعد مسافة انزلوا على ارض صفق ايديه وان الرمح جايو لوا صفير يبرم برم. قضب الرمح او شكوا بظهروا او قال ابو العجاجة لا تواخذيني يما الرمل، ترى دربي طويل والمكان الرايح عليه بعيد، ولا شان ما خلي لك ولا احدا منهم عايش. هزت براسها وقالت ما قصرت يا ابو العجاجة، وصار لك علي دين او الا يجي يوم ووفي لك اياه. قال لها يما الرمل تريدين وصلك المكان؟ قالت له لا، كفيت ووفيت يا ابو العجاجة او ما قصرت. او طار ابو العجاجة وقام يسابق الريح او حاط عينه على مدينة الشروق. قال العبد فنجور وين نروح يا عمه؟ قالت له نمشي بلشي نلقانا مكان نلاقي بيه ركوبة، لازم نروح على مدينة السلام، ملك مدينة الملح غدار راح يظل يدور علينا. بس يا العبد فنجور اذا ما قطعت رأسه بقصره واخذ بثأر رجالي ما راح يكون اسمي ام الرمل. ابا الكوابيس قاعد فوق التل او جاء المنجم ابا العين الوسيعة طاير وقال يا ابا الكوابيس ابا العجاجة ظهر. قام حيل وقال وين ظهر هذا الحرامي؟ قال له بقرية الرمل عند الساحرة ام الرمل. صاح ابا الكوابيس يا ابا الحياه جيب المحاربين والحقني ومش معاي انت يا ابا العين الوسيعة. او طاروا وقاموا يسابقون الريح باتجاه قرية ساح رم الرمل. لو من وصلوا عليها لقوها خرابة، بيوتها مساوية مع الارض والجثث من الثرى. قال ابو الكوابيس ايش صاير بهذا المكان مجزرة؟ قال ابو العين الوسيعة هذولا هاجمين عليهم جيش من مدينة الملح، لانه بي رايات الجيش مدينة الملح اعرفهن زين. غمض عيونه وابو العين الوسيعة وقال طاير ما اقدر احدد مكانه الا يقف هذا سريع. قال ابو الكوابيس حدد لي مكانه، اكيد رايح يبوق له شغله الحرامي. اذا تقع بيدي يا ابو العجاجة من هل يريد يفكك؟ وصل الحكيم ابو الدرة للغابة بيها الحكيم ابو السعد والكارثة. او تلقى واحد من المحاربين قال له الحكيم اريد اشوف ابو السعد، او فات على الغابة او لقى الحكيم ابو السعد والكارثة قاعدين او قاعد معهم. او قال له ابو السعد جاي تسأل عن الخنجر؟ قال له ايه واريد اعرف كل شيء. او حشوا له الكارثة والحكيم ابو السعد. قام حئل وقال اريد اشوفه الرمادي. او صاحت الكارثة يا زهور جيب الرمادي. او جم زهور وكسار يمشون والرمادي وزينب معاهم. دحج الحكيم ابو الدرة او جثى على ركبه وقال وان كان هذا مثل ما قلت يا ابو السعد؟ هذا من سلالة الملك السباتي، او منو ظل غيره عايش؟ قالوا كسار ما ظل حدا غيره، كلهم ماتوا بجبل الرمادي. ضرب يدو على رأس الحكيم وقال اشردوا عنا من آلاف السنين واحد من ولاد الملك السباتي او مع اثنين من حراسه، او ما خلينا مكان وما دورنا عليهم بعد ما خلصت الحرب، فكرناهم ماتوا اثاريهم شاينين بجبل الرمادي. كل هذا لسنين راحت او ما لنا خبر. او قال الحكيم ابو الدرة لازم اخذه معي. وقفت قباله الكارثة وقالت لا الرمادي راح يظل عندنا، اذا بدك اياه تعال وقعد عندنا، ما راح يتحرك من هذا المكان. الايام الجاية صعبة او ما نعرف ايش بده يصير. قال لها ابو الدرة بي واحد ثاني من سلالة الملك السباتي او من احفاد ابن الملك الثاني راح يفرح لبني شوفه، خلوني اخذه معي.
قال له كسار احنا ربينا الرمادي، اذا ابو دباس يريد يشوفه خليه يجي ليهن، او دا حاجة الحكيمة والدرة على الرمادي، او شافه محزن بالخنجر مثل السيف، او هز براسه وقال راح يجي ابو دباس امشان يشوفه، او طار الحكيم قام يسابق الريح وصل على جبل الاصقور، او لقى ابو دباس والمحاربين الخمسة والحراس ثلاث قاعدين فوق الجبل والاصقور حائمة حواليهم، او نزل قبالهم وقال يا ابو دباس لقيت واحد النوب من سلالة الملك السباتي او للحزوز غير اسمه الرمادي. قام ابو دباس وقال وينه وينه يا الحكيم، او ليش مالك خبر؟ قال له الحكيم انت تعرف يا ابو دباس بعد المعركة دورنا على ابن السبات الثاني او ما لقيناه، او قطعنا الرجاء حسبنا مات، هو والحراس المعاه رايحين على جبل الرمادي، او ساكنين معاه مجموعة من الجن بقصر تحت هذاك الجبل، والقصر عليه رصد ما كان حدا يقدر يحدد مكانهم ولا يحس بيهم، او عاشوا معاه هذولاك الجنون او مر عليهم السنين الطويلة، مات منهم كثير، اخر شي ظل منهم 50 واحد كلهم ماتوا معركة مع جنون الجبل الابيض الحاكم سفر، ما ظل منهم غير الجن الصغير الاسم الرمادي اللي ربوه 2، واحد اسمه كسار او وحدة اسمها زهور، حاولت اجيبه ما رضوا ينطونه، او هو ساكن مكان امن ما حدا يقدر يقرب عليه، ساكن بالغابة البيها الحكيم ابا السعد والكارثة. بس بشغلة يا ابو دباس لازم تعرفها، حفيد الملك السباتي الموعود وشنا نستنى ظهوره هو الرمادي، شفت الخنجر بعيني متحزن بيه او قوة الخنجر ساكنة بجسده. قعد ابو دباس على الارض وقال ايش قاعد تقول يا الحكيم ابو الدرة، انت متأكد؟ قال له ايه مثل ماني شايفك قدامي. قام ابو دباس وقال يا يجي يسكن معانا يا احنا نسكن معاه، ما نقدر نخليه لحاله، راح يكون هدف والكل راح يدور له. قال له الحكيم هذا الشيء شن تريد اقول لك عليه، لازم نكون معاه. او طاروا من جبل الاصقور ابو دباس والمحاربين المعاه والحراس والحكيم ابو الدرة باتجاه الغابة الشبيرة اللي قاعدين بها الحكيم ابو السعد والكارثة او كسار وزهور والرمادي وزينب، او هم طايرين يسابقون الريح. شافوا الساحرة أم الرمل هي والعبد فنجور يمشون لحالهم ابها الأرض الخالية. قال أبو دباس هذه أم الرمل، أو نزلوا عليها مثل الإسهام من السماء، وقفوا مقبالها، أو قال لها أبو دباس وين يا أم الرمل أو شنو هذا الحالة؟ قالت له لا تسأل يا أبو دباس، المكان اشن الساكنة بي صار خرابة، ماتوا كل الرجال اشانوا معاي، ما ظلينا غيراني والعبد فنجور. قال لها وين تريد تروحين يا ام الرمل وين؟ قالت له اريد اروح على مدينة السلام. قرب عليه الحكيم ابو الدرة وقال ناخذها معنا على الغابة. قال لها ابو دباس ليش ما تروحين معانا بغابة بدنا نروح نسكن بيها، او ساكنة بيها الكارثة والحكيم ابو السعد. دا حاجة ام الرمل على العبد فنجور، او قالت له ها شو تقول انت؟ المعن عيونه صار حمر او هز براسه، او قال لها ايه يا عمه خلينا نروح معاهم، او شالوا الساحر ام الرمل والعبد فنجور وانطلقوا باتجاه الغابة، او لؤمن وصلم او وقف مقبال الحكيم والكارثة او كسار وزهور، او واقفين الرمادي وزينب. ابو دباس قال يا الحكيم هذا هو هذا هو هذا هو، هز براسه وقال ايه يا ابو دباس هذا هو. مشى عليه ابو دباس يوما صار قباله وقعد وقال انت الرمادي انت الرمادي انت الرمادي، انت من اليوم اخويا اخويا اخويا، واني راح افديك بروحي او راح تكون نظر عيني او ما يضيمك ضيم واني عايش.
فرحة وكسار وزهور والكارثة لو من سمعوا حشي أبو دباس أو قال لهم الحكيم أبو سعد الغابة هذه كبيرة أو محمية بمحاربين حواليها أو بمحاربين تحت الأرض، إذا بدو حدا يطلع أو يفوت راح يظل يقفون قدام الحراس أمشان يتأكدون منه. قال الحكيم أبو الدرة هذه أم الرمل أمن البشر وتعرفونها زين، أو معاها هذا الاسم فنجور ساكن بجسده واحد من الحراس القديمين، لقيناهم على الدرب هاجمين عليهم جيش من مدينة الملح. وقفت الكارثة قبال أم الرمل أو قالت لها علوانك ظل بالمدينة أو منتي رايحة على هذيش القرية؟ قالت لها أم الرمل هذا صار أو إلا ما يجي يؤمي الكارثة وأخذ بثار من ملك مدينة الملح. أبو العجاجة طاير سأبقى الريح أو قامت تبين عليه مدينة الشروق أو قال هذه كبيرة راح أبرم حواليها أو تشوف أهلها متعودين على الغبار والعجاجة أو برم حوال المدينة أبو العجاجة برمتين أو زت الرمح لي فوق وصفق ديه قامت تهب الرياح من الأربع جهات أو صار الغبار وصارت العجاجة بالمدينة أهال المدينة سكرم الأبواب أو ما عاد حد يشوف جدامه بالشوارع أو فات بيها أبو العجاجة طاير مثل السهم لو من ما لقى واحد واقف وقف قبال أبو العجاجة وقضب من رقبته أو قاله تاجر الذهب الذهبان وين الاقيه؟ قام يبلع بريج الرجل وقال بسوق بالاتجاه هذا تلاقيه دكان كبير أو قدامه ثلاث جرار كبيرة مبين لا تسأل حدا عنه. دشر الرجل أبو العجاجة وانطلق مثل السهم أو شاف الجرار الثلاثة أو شافهم قاعدين بالدكان الساحر ذهبان أو معاه اثنين أو دحج على سقف الدكان بيرف عالي قاعدين عليه اثنين من الجن أعيونهم حمر ويتحرفون. أو قال أبو العجاجة هذا ساحر أو معاه حراسة من الجن بس تنشوف الرمح وإن مغبيه أو ما حسم إلا صار الوحيف بقلب الدكان أو صارت الضربة بالرف الكبير. الساحر قام يتحرف أو قام يسمع صوت ضرب السيف أبو العجاجة ذبح الجنون الاثنين أو وقف قبال الساحر وحط السيف على رقبته وقال أنا أبو العجاجة أكبر جني حرامي بهذا الأراضي، إذا بدك تظل عايش يا ساحر انطيني الرمح اللي عندك مقابل حياتك. قام يحرك بعيونه الساحر وقال راح انطيك الرمح بس لا تذبحني. الاثنين مع الساحر بس يسمعون الصوت من الغبرة والعجاج مغمضين عيونهم. قال ابو العجاجة وين حاطه؟ قال له ذهبان من هين على الشمال بمدخل سري. قضبوا أبو العجاجة من رقبته قام يسحل وسحل لو من ما وصل لعند المدخل دفش الباب الساحر وانفتح أو فاته وهو أبو العجاجة وأنه سرداب تحت الأرض أو بشموع كبار شاعلة بيه النار. قال أبو العجاجة وينه؟ أشر ذهبان على صندوق وقال الرمح بهذا الصندوق. ضربوا أبو العجاجة على خيط رقبته أنه مصروع واقع على الأرض أو راح يمشي على الصندوق. فتح الصندوق وأنه هذاك الرمح رمح الملك جسور رأسه يتلامع. شال الرمح وبرم بيده وقال هذا رمح الملك خذيناه ظل الرمح الثاني. أو قام يدحج أبو العجاجة بالغرفة ومليانة صناديق وقال معقولة يا أبو العجاجة تجي على هذا المكان أو ما تبوك شي؟ أو قام يفتح بالصناديق ويدور ويشيل منهن ويعبي لو من ما عبى صندوق من الجواهر والذهب والقلادات شك الرمح بظهره أو شأل الصندوق. أو طلع أبو العجاجة من المدينة يبرم برم رفع ايده لفوق وان الرمح جاء يولو واصفير قضب الرمح حطه بظهر وطار. ابا الكوابيس وابا الحية والمنجم ابا العين الوسيعة طايرين سابقون الريح
وقف المنجم وقال: يا أبا الكوابيس، أبا العجاجة طلع من المدينة والحز هو طاير، ما أقدر أحدد المكان الطاير بيه، هذا سريع. يا أبا الكوابيس المنجم من رقبته وقال: لازم تحدد مكانه، هذا أكيد ساكن مكان بيه رصد، إذا وصل الهضاء كالمكان ما راح نلاقيه. غمض عيون المنجم وقال: لازم نرجع لوراه، هنوصل القريت الرمل، أكيد راح يعدي من فوق هذاك المكان، وارجع مطايرين يسابقون الريح. وابا الكوابيس يقول للمنجم: إذا قرب علينا وإحنا طايرين لا تنساه، ألا تخبرني. وأخواني وأصدقائي، قصة بنت جبل من الخيال، والشخصيات والأسماء اللي بيها من الخيال، وما تمثل أي اسم أو أي شخص. أم مجتمعنا الكريم، لكم تحيات أخوكم موسى المردود، والسلام عليكم أو رحمة الله وبركاته.